الموضوع الأول معرفة طبيعة الرجل، وبالتالي كيف نسدد الزوجة تسدد احتياجاته وفقا للطبيعة. والحكاية كانت بالعكس، طبيعتها إيه وبالتالي هي تحتاج. واتفقنا إن ربنا لما خلق الاثنين خلقهم مختلفين عن بعض، ولكن الاختلاف اختلاف تكاملي عشان اللي فيها مش موجود فيه تكمله هي دي. وانا ما بعمل لحد يعرف طبيعه الجنس الاخر وبالتالي طبيعه احتياجاته فيتصرف معه وفقا لطبيعته. لو تفتكروا قلت لكم لو الدنيا عايزين يختلفوا مع بعض النهارده يعملوا ايه النهارده؟ ينزلوا يعملوا شغل مع بعض. لما كده قلنا ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ فارجو ان انتوا المحاضرات دي يكون لازم يقعدوها تاني عشان يراجعوها. ده في البيت ولا في الكنيسه؟ النهارده اتكلمنا بدانا الصبح في محاضرتين، فبدأنا نعمل نقلة تانية خالص، نسلط الضوء على نعم الله على الإنسان. والمحاضرة الأولى اتكلمنا على نعمة وجودنا في هذا الكون بهذه المواصفات. شفنا قد إيه ربنا استغرق زمن طويل قوي عشان يجهز لنا هذا الكون بمواصفات خاصة، والهدف منه في الآخر هو هذا الإنسان. لأجل هذا الإنسان استغرق الله كل هذا الوقت عشان يعمل هذا الكون بالمواصفات اللي احنا شفناها. وبعدين قمنا ناقلين نقله على نقطه مهمه جدا من نعم ربنا، وبدانا نسلط الضوء على نعمه الوصيه. هي الوصيه نعم ولقيط. وحللنا وصيه ربنا لادم بجميع شجر الجنه تاكل اكلا، واما من شجره معرفه الخير والشر فلا تأكل منها لأن يوم تأكل منها موتا تموت. وشفنا إن الوصية دي كانت علامة حب للأسباب التالية. وبعدين سلطنا الضوء بصفة عامة على الوصية كنعمة إلهية من الله. طالما اتكلمنا عن الوصية كنعمة من ربنا يبقى مش هنقدر نتجاهل أهم وصية على رأس كل الوصايا المحبة. تسمحوا لي في اللقاء الأول نتكلم عن المحبة بصفة عامة، ولقاءنا الثاني ننقل تاني عن المحبة بين الزوجين من زاوية معينة. شوف حبايبي اللي هنسلط عليه الضوء دلوقتي المحبة من زاويتين. نمرة واحد سماتها، ونمرة اثنين بركتها بالنسبة لنا. لازم نبقى فاهمين إن المحبة تقع على قمة هرم الفضيلة الروحية. والمحبة لامتسابها لله لأن الله محبة، نقدر نقول أنها فضيلة بلا حدود. لأنها سمة الله غير المحدود. وبالتالي اللي بيحب يصعب جدا أن يعبر عن هذه الفضيلة غير المحدودة بكلمات حب محدودة أو أعمال حب محدودة في أوقات محدودة. هي نعمة بتنسكب بالروح القدس فينا تخليك تقدر تحب كل الوقت بكل أعمال الحب بكل كلمات الحب. وعشان كده تلاحظوا ان السيد المسيح لما بدا يكلمنا مثلا عن محبه الاعداء ما سابهاش كلمه مجرده، لا حللها. يعني ايه تحب اعداء؟ احبوا اعداءك، ده العنوان على فكره. طب التفاصيل بكل الصور بكلام البركه باركوا لعنيكم، باعمال البركه احسنوا الى بصلوات كلها بركه وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويتركون.
أنا أحب لا ما أحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق بكل الصور. يصعب إن أنا أعبر عن محبتي بمجرد منفذ بمجرد كلمة أقول أنا بحبك. لا أنا عشان بحبك يبقى باستمرار حاسة إن أقول كلام يعبر عن الحب. باستمرار هفتكرك قبل ما أقف أصلي. باستمرار حريص إن أنا كل لحظة كل وقت أفكر أعمل لك إيه يعبر عن هذا الحب. يبقى الحب مليء بمواقف الحب. مليء بكلمات الحب. مليء بذاكرة، ذاكرة كلها حب. ما اقدرش اكلم ربنا من غير ما اتكلم عن اللي بحبه واطلب لاجل اللي بيحبه. هي فضيلة سامية وبلا حدود لانتصابها لربنا بشكل او اخر. المحبة دي تحرك الكون كله. ابص كده احيانا قاعد الاقي تيتا جايلها اربع اطفال احفاد. هي راحت مندفعة على طفل معين والتانيين بيبصوا وفي ايه؟ بس ده حبيب تيتا. حبيب تيتا اشمعنى هو اللي حبيب تيتا؟ هو اللي بيتصل بيا ويسال عليا باستمرار. الطفل قوه جاذبيه تربط الاشخاص مهما كان السن مهما كان المركز. على مستوى الاسره الجاذبيه في الحب كلاما واعمالا. يعني لما يجي زوج يشتكي لي ان الولد مامته كرهته فيا اقول له اعمالك كرهته فيك. غيابك عن حياته كرهه فيك. كلامك المتشدد وقسوتك اللي كرهته فيك. الحب هو قوه الجاذب. حكيت لكم امبارح على القصه بتاع الهديه والولد. الاب اللي يقول لي انا جبت هديه عيد ميلاد للولد سخنه وجاني جري وراح اترمى في حضن ماما في المطبخ. بابا جاب لي هديه. هو يترمى في حضن اللي بيديله الحب. الحب هو الجاذبيه، هو اللي يكسب، هو اللي يشد. الكلام ده صدقوني على مستوى الاسره وعلى مستوى الكنيسه. ياما ناس وصلوا لقامات روحيه عاليه جدا ولا مكانه عاليه جدا في الكنيسه بسبب خادم محب. على فكرة كل الآباء اللي بتشوفوهم دول ورا كل أب كاهن أو أب أسقف خادم أو خادمة في سن الطفولة محب ارتبط بيه حبه ومن خلال حبه ليه حب ربنا وحب الطريق ده. الحب هي قوة الجسم. عشان كده الناس دايما بتبص بنحب بعض ولا ما بنحبش، مش بنتكلم عن الحب ولا ما بنتكلمش. أتذكر مرة معزيز اللي هقوله ده، واحد جالي قال أنا لما بسمع أبونا بيتكلم عن المحبة بطلع من الكنيسة. لمجرد إنه شاف موقف أو مواقف ما عبرتش عن المحبة. فإزاي يكلمنا عن المحبة وهو ما بيعملش محبة؟ عشان كده إحنا كمان بنبقى حريصين حتى وإحنا بنحاسب انسان وهو في حضننا بنحاسبه وهو في حضننا بنوجهه. بحسسه ان التوجيه ده بدافع الحب. الحب هو اللي بيكسب. عشان كده نصيحتي ان احنا على مستوى الكنيسه دايما ندي حب. وعلى مستوى الكنيسه نحب بعض كقيادات. قيادات تحب شعب. هنلاقي بالتبعيه شعب بيحب بعض. تاني. قدوة قيادات بتحب بعض وقيادات بتعرف تحب الشعب وبالتالي الشعب مش محتاج يتعلم ولا حد يكلمه عن الحب. تلقائية شديدة جدا يحب بعض. عايز أقول لكم إن غياب حتى الحب في البلاد بيفتتها. أي مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب. غياب الحب عامة. بصوا على سوريا. بصوا على العراق النهارده اللي بقت طوائف وشيع. بصوا على السودان اللي بقت مناطق جنوب وغرب ومش غياب الحب اللي بيربط الحاكم بالمحكومين هيفقد الشعب حب لبعضهم البعض. هي قوة الجاذبية اللي بتربط الناس ببعضهم البعض. عايز اقول لك حبيبي اهم ثروة بحب دايما الواحد كلنا نفتكرها نقول يا رب كده وحدانية القلب. فعارفين الطب اللي بس
وحضارية القلب التي للمحبة فلتتأثر فينا على مستوى القيادات، على مستوى الخدام، على مستوى الشعب، على مستوى الأسرة الصغيرة. المحبة هي اللي توحد بينا. عشان كده أي مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وأي بيت إذا انقسمت على ذاته لا يثبت. الحب هي قوة الجاذبية. عارفين النحلة يقول لك تمشي 2 كيلو عشان توصل للزهرة. الرحيل ده بيشدها عن بعض. بس عايز أقول لك على حاجة غريبة جدا. النحلة لو جت في حتة عشان تدور الرحيق وما لقيتش تلسع حتى ما لقيتش فيها رحيق. ابن لو ما لقاش رحيق حب في البيت هيسبب لي في المستقبل آلام شديدة جدا. زوجتي لو ما شبعتش بروح حب من الزوج والتبادل المحبة بينهم باستمرار تتجاوب مع أي محبة زائفة. مفيش كبير على السقوط. في شورتس في الحب. انا قلت امبارح بنت لو ما خدتش حب من ابوها هو البيت تفتش عنه بره ولو صفيحه زباله. الحب هو الجاذبيه، هو اللي بيشد. بس اخشى ان الحب اللي بره يبقى مظهره حب ومظهره سموم. انا واثق ان اللي جوه البيت هيبقى مظهر جوهر في امره هو حب. عشان كده الحب الحقيقي هو الذي يجذبني إلى الآخر بالرغم الاختلاف. أنا بحبها لكوني محب. أنا بحبها لأنها تحتاج إلى الحب وليس لاستحقاقها للحب. وده اللي المسيح رب المجد أعلنه على الصليب. أعلن الحب للبشرية اللي بتقول من شوية أسلوبه دمه علينا وعلى أولادنا. هو بكل حب يقول يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. أنا أحب الشخص وانجذب بالشخص الآخر حبا في رغم الاختلاف. أنا أقبله كما هو. ودي نقطة مشكلة كبيرة بنقع فيها جدا. كل زوج متخيل إن هو هيغير زوجته. يبقى في فترة الخطوبة بقى في اختلافات بين الاثنين. أهلها عايزين يترمموا الجواز. بكره يا ابني تكبر وتتغير، الزمن هيغير. لا ما بيغيرش، ما تضحكش عليه. ما اقولوش هتتغير. اقول حبيبي فيها امكانيات اخرى ايجابيه كثيره، هي فيها دي سلبيه. من اجل ايه؟ ان في ايد منظوره فوق اللفافه ايد ابونا. انما في ايد منظور غير منظوره تحت اللفافه هي يمين الله التي توحد بين الاثنين. وده اللي ابونا بيعمله ده هو بيلوب على الله فيه. لما تفتكروا في قصه حواء وادم زي ما كنا بنتكلم الصبح، بعد ربنا ما خلق حواء من ادم يقول الكتاب واحضرها الى ادم. فابونا بيقوم بدور ربنا بيسلم العروس للعريس. اذا هو الزواج من عمل الله من خلال الصبر، الزواج في بيت الله من خلال الطقس، الزواج بيبقى تسليم الله للعروس لعرسها من خلال الكاهن. علاقة حب بتتكون. عايز أقول لكم أن علاقة الحب ما بعد الإكليل تختلف تماما عن مشاعر ما قبل الإكليل. هما العروسين بيحسوا إن في شيء مختلف، في علاقة جديدة اتكونت، في إحساس عميق بيربطني بيها ويربطها بيا ما بعد طقس الإكليل، أو باختصار شديد ما بعد العمل الإلهي اللي تم في الكنيسة. عشان كده هي مصنعة الله، فهي أسمى من أي علاقات أخرى. عشان كده من البداية يقول إيه؟ بسبب سمو هذه العلاقة لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا. إذا هذه العلاقة تسمو عن أي علاقة أخرى، بدليل إنه من أجل هذه الزوجة يترك الأهل اللي اتربى في وسطيهم، لأن هو وأي حد في أسرته اتنين. إنما هو وزوجته بالمسيح يسوع في السر المقدس في الكنيسة بقى واحد.
عشان كده حبايبي نسمع ما يجمعه الله لا يفرقه الإنسان، لأن ربنا هو اللي وحد، هو اللي زرع المحبة القلبية. إذن هي علاقة اتحاد، وكونها علاقة اتحاد إذن هي علاقة دائمة، وكونها علاقة دائمة إذن هي علاقة تسمو عن أي علاقة أخرى. عشان كده حتى الأب كده وطلع في السماء يبص وراه يقول ها أنا ذا والذين أعطانيهم الرب، هي علاقة ممتدة في الأبدية بشكل أو آخر، ما أقدرش أقول إيه اللي موجود إنما ممتدة. بيدور على تابعين لربنا اداهم مسؤوليتهم ان كانت زوجة او اولاد انه يبقوا معاه في السماء. عشان كده زي ما بقول دايما ان كلمة محبة في اليونانية نقدر نفهم منها عمق المحبة الزوجية. سبق وقلت ان اليونانية بتفرق بين انواع المحبات، انما في الانجليش لاف بيقولوا على اي حاجة، في العربي حب بيقولوا على اي حد، بيقولوا حتى على الخطيه يسموها حب. انما في اليوناني بيقسم الحب الغريزي ده شيء، والحب الصداقه ده شيء، والحب الزيجي ده شيء اخر. الحب اللي على مستوى الغريزه لما جه الكتاب اتكلم عن محبه امنون لاخته سمار، ترجعوا للقصه دي في العهد القديم، وقعد يتحايل على ابوه بطريقه معينه انه مريض وعايز اخته ترعاها، وهي محبه غريزيه، هو عايز اخته جسديا رغم انها اخته، واخطا معاها واذلها، وبعد ما ذلها قهرها وطردها وقفل الباب في وشها. هل ده نسميه حب؟ لا. هنا اليوناني يقول ايروس، ايروس يعني محبه مرتبطه بالغريزه، مرتبطه بالجسد. والمحبة الزوجية تسمو على مستوى الجسد، وإن كان هنالك جسديات فهي للتعبير عن الحب ولتنمية الحب، ولكنها ليست الهدف من الزواج في حد ذاته. يتنال اللغة اليونانية للفيليو أو المحبة على مستوى الأصدقاء، زي ما بيقول لك تحب قريبك كنفسك جاي فيه، زي ما يقول لك أحب أعدائك جاي فيه. هي محبة مربوطة على مستوى المشاعر، إنما غير ثابتة وغير دائمة، مع أول اختبار ممكن تقع. إنما لما يجي يتكلم بقى عن النوع الثالث وهو الأسمى أغابي. أغابي الكتاب المقدس بتيجي كلمة أغابي في حاجتين اتنين فقط. العلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة تيجي أغابي. والعلاقة المتبادلة بين الزوجين تيجي أغابي. وده يوريك سمو وطبيعة علاقة الحب بين الزوجين، إنها أغاب على صورة محبة الله للكنيسة. عشان كده كل شوية لأنها أغابي في نلاقي في أفسس 5 زي ما قلنا من شوية، لما يكلم الزوج عن محبته لزوجته يقول زي محبة المسيح الكنيسة، ولما يكلم الزوجة عن خضوعها لزوجها يقول لها زي ما خضعت الكنيسة للمسيح. أغابي هي دي العلاقة المتبادلة بين الكنيسة والمسيح، هي اللي على صورتها العلاقة المتبادلة بين الزوجين اللي بتسمح التالي عن أي محبة أخرى وتتسم بالثبات إلى أبعد حد. أنا عايز بس أحط قدام عينيكم عشان نعرف إحنا بنحب بعض صحيح ولا لأ، بدل ما نقول بقى سمات المحبة عشان ما تختلطش معانا الأمور، نقول سمات الأغاني، سمات المحبة الزوجية اللي على مستوى الأغاب. أولاً هي محبة مجانية تلقائية، يعني أنا بحب على صورة محبة الله لينا، ولما أقول على صورة محبة ربنا لينا، ربنا أحبنا لأنه هو بطبيعته محب، مش لأننا إحنا اللي نتحب. تاني بيحبني لأن طبيعته محب، مش لأن أنا لو بتحب، لو هي تتوقف على طبيعتي ما كانش حبيني. ما كانش قال الكتاب إذ ونحن بعد الخطاة مات المسيح لأجلنا، هيحب فينا إيه؟ يحب فينا الخطية؟ إذا ما بيحبناش لطبيعتنا بيحبنا لكونه هو محب.
إذن هو محبة مجانية تلقائية، والحقيقة محبة لا تتوقف على استحقاق المحبوب، ولكنها بالأكثر تتوقف على طبيعة المحبة. محبة لا تتوقف على استحقاق المحبوب، ولكنها تتوقف على احتياج المحبوب لهذا الحب. الله أحبنا فضلا زي ما بيقول في هوشع، وأحبنا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. احتياجنا لهذا الحب، نحن محتاجين للفداء والخلاص، ولن يكون هذا الفداء إلا لما حبته لينا لعدم استحقاقنا لهذا الحب. احنا عايشين في الخطيه، هو ده اللي بيحب، هو ده اللي يتصرف على صوره السيد المسيح، انه يحب فضلا ويحب لانه هو مجرد انسان ربنا افاض على قلبه بنعمه الحب للاخر، وبخاصه تلك الزوجه. عشان كده اللي شفناه مع المسيح على الصليب شفناه من شويه واحنا بنتكلم في استفانوس وقت الرجل. أنا بيت هو بيقول لا تخرج لهم هذه الخطية. اللي بيحبوا بيحب فيهم إيه؟ لا بيحبونا لأنه محب، بيحبونا لأنه يحب الله بدون خليقة الله اللي عايز خلاصها رغم خطأها في حقه. عشان كده بيقول يا رب لا تخرج لهم هذه الخطية، ما يحبش إن دول يتحرموا من الأبدية بسببه على الإطلاق. إذا هو حب على سورة محبة الله ليه، مش كده بس. المحبة اللي على مستوى الأغابي هي محبة اتحادية مستمرة، مش وقتية، مش متغيرة. احنا الاتنين بقينا واحد خلاص، من خلال هذه الوحدانية احنا هنحب بعض على الدوام. يقول كده رب المجد وبيخاطب الله الآب، يقول قد أعطاهم المجد الذي أعطيتني ليكون واحدا كما اننا نحن واحد. وحدانيه. عشان كده يقول ايه؟ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. يبقى عشان كده حبايبي لما يقولوا عرفتهم اسمك وسأعرفه يكون فيهم الحب الذي احتني به واكون انا فيهم. خد بالك من التعبير ده؟ اكون انا فيهم. معناها ايه؟ وحدانيه عباره عن علاقه مثلثه. احنا في اتحاد بين الزوجين ولكن في اتحاد مع الله. المثلث ده العنصر الثالث الالهي الغير محدود كلية الحب هو المؤسس لهذه العلاقة وهو الضامن لاستمرارية هذه العلاقة. يبقى الاتحاد ده اتحاد ثلاثي، الله مع الزوجين، ان وجد فالزواج مستمر ولن ينتهي ابدا. اذا هو اتحاد معا في المسيح، دي طبيعة المحبة الزوجية اللي ممكن تبقى موجودة بين الله وبيننا في الزواج، وبالتالي بتعطي هذه الاستمرارية. عشان كده ربنا عشان يولد الإحساس بالوحدانية خلق حواء من آدم، ولما خلقها من آدم وأحضرها إلى آدم أدب به هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحم. اللي عمل ربنا مع ادم كان محتاج جراحه، كان محتاج عمل منظور ياخد منه ويبني بيه حواء ويرجع حاله. نفس العمل الالهي بيتعمل ولكن دون جراحه وبصوره غير منظوره. بيوجد فينا محبه عميقه جديده ما كانتش موجوده توحدنا معا فيه. وعشان كده يمكن انتوا لما حضرتوا طقس الاكليل بتاع بنت ابونا وابن ابونا ابراهيم اللي كان جوه الاكليل ده، اللي كان بيتبع زمان. بيتبع زمان ليه؟ في طقس الاكليل اتحدنا معا وبالذبيحه في المسيح يسوع اتحد. ده المثلث الثالث. عشان كده كان بيعملوا الاكاليل وسط القداس لتاكيد مفهوم الاتحاد معا في المسيح. حطيناهم على الطريق الصح من البدايه يقدروا يكملوا حياتهم معا في المسيح في وحدانية. هو ده طبيعة الأغاني، طبيعة المحبة اللي بتكون بين الزوجين. عشان كده يقولنا جمع الله لا يفرقه إنسان، ما هو ربنا الواحد.
وزي ما قلت قبل كده الحل عشان يسيبوا بعض سكينة شق الواحد ترجعهم اتنين اللي هي الجسد الثالث اللي ممكن يخش في النص. عشان كده أقول الكتاب أقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. يعني ما فيش طلاق إلا لسبب بس لسبب السكينة اللي دخلت في النص. الطرف الثالث اللي دخل في النص هو ده اللي يفصل بين الاثنين. ودليل الوحدانية اللي متكونة بقول الاثنين واحد نلاقي في أفسس 5:33 يقول كده: أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. هكذا كنفسه ليه؟ ما يقولهاش على حاجة تانية. يعني ولا تحب قريبك كنفسك، إنما هنا أكثر تأكيدا لأن هي فعلا واحد معاه فهو بيحب نفسه لما بيحب امرأته، لأنه من خلال طقس التكليل أصبح الاثنين واحد. إذا هو حب اتحادي مستمر. والأكثر من كده عشان نبقى فاهمين، هو حب قائم على العطاء أكثر منه أخذ. أنا بزعل أحيانا لما يجي لي واحد يقول حقوقي أيا كان بيتكلم عن إيه. لا مش اسمها حقوق، كان فيها اسمها واجبات. الزواج قائم على العطاء. على كل على فكرة في كل شيء عايزك تشعر إنك اللي بتعمله ده هو نوع من العطاء وليس الأخذ. في أي شيء، في أي جزء من علاقتك بالبيت بتاعك، بزوجتك أو أولادك، أو زوجك أو أولادك. أنا بأعطي، عشان كده دايماً الإنسان اللي بيحب المحبة عطاء، دايماً الآخر في ذهنه فيما يفكر في أي عمل. أعمل إيه؟ ده ولا ده؟ هو بيحب إيه عشان أعمله؟ عشان كده باستمرار أقول أنا عليا إن أحب الآخر. أعمل اللي يحبه في الوقت اللي يحبه بالأسلوب اللي يحبه. تاني، حب عطاء. أحب الآخر يعني أعمل اللي يحبه في الوقت اللي بيحبه بالأسلوب اللي يحبه. لكن خلي بالك احنا مع الله واحد بما لا يتعارض مع وصية ربنا، عشان يبقى الصورة واضحة وأكثر وضوح. يبقى ده اللي بيحب في محبة في عطاء. أنت بتحب يبقى، ويقول كده: أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يبقى هتحب بطريقة المسيح. يعني إيه؟ السيد المسيح يتسم بالمحبة الشاملة المغذية لكل احتياجات الإنسان. تعالوا كده نرجع لمعجزة إشباع الجموع لو تفتكروا. الرب المجد في هذه المعجزة تعامل مع الكل في كل شيء. بمعنى الإنسان جسد ونفس وروح. يبقى ربنا لما هيعطي هذا الإنسان يعطيه غذاء النفس، غذاء الجسد، غذاء الروح. وانت كزوج في البيت عليك ان تسدد احتياجات زوجتك جسديا، نفسيا، روحيا، لانك انت بتمثل المسيح في البيت. تعالوا نشوف في معجزه اشباع الجموع البعد النفسي في الموضوع. ده رب المجد خد التلاميذ وراح يرد، يعني يرجعوا من ارساليه خدمه عشان يتفاهموا معاهم على نتائج الخدمه. فلقى الجموع جاية. أنا في اجتماع مع التلاميذ. لا، نفسيتهم إيه لما تعمل معاهم كده؟ يقول: فقبلهم. قال التعامل مع النفسية إشباع لاحتياجات النفسية. ويلكم، أهلا وسهلا. وبعدين قلت تعبير لطيف قوي، يقول لك إيه؟ وشفى مرضاهم. هو أشبع الاحتياجات الجسدية للمريض، وأشبع الاحتياجات النفسية لقريب المريض اللي جايبه معاه. يعني أنا قريبتي بنتي أخويا عيان وجاي للمسيح، بص لي كده: حاضر حبيبي، ريحني نفسيا لما أشوف مريضي. يبقى احتياجات نفسية. احتياجاتك الجسدية أشبع الجموع. بس قبل ده وده يقول الكتاب إيه؟ وخاطبهم عن ملكوت الله. يبقى ده غذاء الروح. يبقى إذا أنا لما أقول أنا بحب الطرف الآخر على صورة محبة المسيح للكنيسة، يبقى بحب محبة شاملة.
بحب محبة ما فيها. أنا بحب أسامح. لك أصلها قالت أصلها عملت وقافلين من بعض بقالهم أسبوعين. ده فين اللي قال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لا حبيبي اللي بيحب يبرر. واللي يحب وما يقدرش يبرر إيه؟ يمرر يعدي يفوت. لأن عارف طبيعته هي كده، إمكانياته هي كده، ظروفه هي كده. عشان كده هم يقولوا اسلبوا اسلبوا وداموا علينا وعلى أولادنا، هم يقولوا اطلق لنا بارباس وقول لهم لا يفعلوا ما لا، أو اخذهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اتغرر بيهم، انضحك عليهم، الرؤساء كانوا يضحكوا عليهم. ربنا بيحاول يجيب مبرر عشان يقول يا رب يقدر يغفر. أنت بتحب؟ اتعلمنا من قداسة بابا شنو رحمه نفسه تعبير لطيف صغير كان بيقوله. تقاس المحبة بكم البذل الذي فيها. بتحبيني ولا عملت ايه؟ سيبك من قلت ايه. الكلام تأثيره وقتي، تأثيره نسبي، إنما العمل هو لا تأثيره دائم، تأثيره أقوى. قول لي عملت ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ عشان تثبت لي إنك بتحبني. أنا مش هقولها بره اللي قلتها في المرتبة، بقولها لما بقول. ولا أنت نسيتها؟ نسيتها؟ كنت مشغول لكم أبو العروسة. أنت إذا كنت بتحب تعمل أي حاجة عشان اللي بتحب، مهما كلفت الأمر. إذا كنت بتحب تعمل حاجات عمرك ما عملتها قبل الجواز لأنك بتحب. على فكرة ده بنعملها في الخطوبة كويس الحاجات دي، بعد الجواز نقف. أنا قلت لهم في المركب يومها من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. تاني، من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. بنا أنا بحبه مش هتعمله أي حاجة حتى ما كنتش عمري عملتها عشان أنا أرضي أنا بحبك. حتى لو تحولت الحكاية دي بقت هواية وشرحت لهم يعني إيه، كانت بتعطس وتكح فالحب كان مليان بقى ومش عارف إيه، قال لي أخش يا حبيبي ترتاحي، وهو دخل على المطبخ عمره ما غسل كوباية بيت مامته. إنما ده بيحب قد يفعل ما لا يحب. تاني مرة هي بقت كويسة، لقيته في المطبخ بيغسل الكوبايات. لا حبيبتي ده أنا عجبتني الشغلانة دي أوي. من يحب قد يفعل ما لا يحب من أجل من يحب حتى يحب ما يفعل. على فكرة أحياناً بيبقى قاصد أعمل حاجة عشان أديله إحساس إن أنا بحب. أنا في قصة يمكن من 20 سنة قبل الحياة، وقصة غريبة جداً. هي كانت ست ما كانش في خارج مصر، كانت في مصر، سيدة أعمال ناجحة جداً، وهو إمكانياته في إدارته لأشغاله ضعفت مع الوقت وبقى عنده مشكلة كبيرة، وبقى الدخل الأساسي هو دخل الست. أزمة عايزة تحسسه إن الكلام ده مش في بالها، بل بالعكس بتبص له على إنه حاجة كبيرة أوي. أنا عرفت بقى بتعمل إيه. أنا قاعد كده بيت حلو أوي، فهو عمال يتكلم عن مراته مديح مديح بشكر بشكر، وهي تتكلم عنه كمان بكلام مجامله كتير خالص. فهو حسم القضيه. انا شوف ابونا، انا هقول لك مراتي دي قد ايه هي جوهره من خلال موقف واحد. قال في حاجه واحده ممكن نختلف عليها الصبح. ايه هي؟ لو انا اصريت ورفضت انها تلبسني الشراب. هو تسوق فيها برضه انها لابسين الشراب بقول لها. دي ست كانت بتعملها عن قصد كل يوم. تقول لها حبيبي انا تحت رجليك، انت السيد، انت الراس، انت الزوج. فعشان كده الراجل مش عارف يعمل ايه عشان زوجته الممتلئه تضرعا لانها ممتلئه حبا، فبتحاول ترفع من نفسيته. عشان كده اللي بيحب يعمل حاجات كتير قوي، يبذل حاجات كتيرة قوي عشان بيحب. إذا كان هو متجمل بفضيلة أهالي أو بالمحبة الزوجية
إلا على مثال محبة السيد المسيح للكنيسة. كان بينبذل بقى بلا حدود، يعني رب المجد لما ينال عنه إن هو بذل ذاته حتى الموت، موت الصليب. طب هنا بقى كوني بقول على مثال المسيح عليك تحب الزوجة، أنا عايز أنقل نقلة تانية مهمة جدا لأنها بتتفهم غلط. في عدد 22 و23 الستات ما يسمعوش كلام اللي بقوله كده، بس بيقول يا نساء اخضعن للرجال كلنا كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة. يوسف فهمها العبارة دي، الرجل رأس المرأة. أنا عايزك تفهمها صح، لأنه كمل وقال كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. كلمة رأس يعني صاحب رسالة. أنا بس عايز أخش في حكاية مفهوم الرأس ده من عدة نواحي. عبارة رأس الرجل رأس المرأة هي عبارة تحمل مسؤوليات أكثر منها تحمل صلاحيات. يعني إيه؟ مليئة بالريسبونسبيلتيز، يعني مش الأثوريتي. يعني مش أنا صاحب السلطان عشان أنا رأس، لا، أنا بقى عليا مسؤوليات كتيرة جدا لكوني على رأس. المشكلة في إيه؟ أن الرأس هو على قمة الجسد، فعشان كده الراجل هنا يدرك إن هو في موضع القيادة، في موضع الريادة، في موضع القدوة، لأنه على القمة. يبقى على قمة الهرم الروحي في الأسرة، على قمة الهرم المعرفي للأسرة، على قمة هرم الحكمة في الأسرة، هو على الرأس. يبقى كلمة رأس تحمل كل هذا. الراجل لما بقول الرأس يعني المخ، أكيد احنا ما نقصدش الاسكال الجمجمة، يعني احسن الراجل يقول انا الرأس يعني ايه، عليك تقول حاضر عشان الرأس دماغه ناشفة. يعني بيتكلم هنا كما لو الرأس هي الجمجمة، لا حبيبي، انا مش بتكلم على اصلب خلايا الجسم وهي الجمجمة، انا بتكلم على ألين خلايا الجسم وهي المخ. يعني الرأس يبقى عنده من المرونة الكافية. المخ ده اللي 80% زي ما كنا بنقول من شويه من وزنه ميه. مرونة، أي خلايا الجسم كله. على فكرة حبيبي، أنا لما أقول أنت الرأس يبقى أنت المخ، يبقى أنت مركز الإحساس في الجسم. أنت اللي تحرك الجسم كله ده من غير ما حد يحس. المخ يحرك الجسم، حد شايفه؟ حد سمعه؟ لا يسمع ولا يرى، هو اللي بيحرك الكيان كله. المخ ده الرأس. يبقى ده اللي بيتصرف بهدوء وبحكمة شديدة جدا وبيعمل في صمت شديد جدا، ده اللي هو الرأس. عايز اقول لك حبيبي كلمة الرأس دي عايز اوضح لك حاجة. انا حاجة امسك كوباية ازاز سخنة، جيت امسكها عملت كده، عايز احلل الحركة الميكانيكية كده، قمت انا تركت ايه اللي حصل. في امر من المخ هنا للعضلات والمفاصل تشد الدراع عشان الحرارة، يبقى الامر جاي من هنا. لا، الامر ما بدأش من المخ. لو لم يسمع المخ لاطراف الاعصاب اللي في اطراف الايد وقال حاضر، ما كان شد الامر وشد الايد. اذا هو حوار متبادل بنسمع لبعض، انما القرار الاخير هو هنا. انت صاحب القرار الاخير، انما تترك الاول والثاني للي حواليك. انت صاحب القرار ولكن بعد الاستماع للاخر. انت صاحب القرار ولكن بحرصك ان القرار يبقى قرار مشترك، لأن القرار الفردي قد يخضع عليه لوقت إنما مش لكل وقت. لما يبقى واحد على طول إنه فاهم إنه الرأس يقرر هيعمل اللي أنت عايزه في وجودك، إنما في غيابك هيعمل اللي هم عايزينه. لما يحسوا إن أنت بتقرر وما بتسمعش، طب هنلجأ لك ليه؟ هنجي لك ليه؟ هنعمل اللي إحنا عايزينه ما نقولكش، ولما تعرف يبقى إحنا حلال. لا حبيبي،
الرأس هو فعلا اللي بيحكم، هو اللي بيدير، انما في هدوء في صمت. الرأس هنا عشان في مخ بياخد قرار، انما في عين عندها بعد نظر، عندها بصيره، فيها ودن تجيب الاستماع. الرأس يعني ان انت مسؤول عن حياه اللي قدامك، يعني كل منافذ الحياه للجسد جايه منين؟ من الرأس. الهواء داخل من هنا، الاكل داخل من هنا، الشرب داخل من هنا، يعني معناها ان المسؤوليات كلها بشكل او اخر جايه من الراس. الرئاسه كراس هي مسؤوليه اكثر منها ان انت بطالب بتكريم وكرم، لا حكايه مش كده ابدا. المسيح كراس بذل ذاته من اجل كنيسته كلها. عايز اقول ان الرئاسه للرجل هي حق، وواجب على الزوجه ان تشعر ان الرئاسه للرجل. انما في نفس الوقت عايز اوضح لكل راجل ان رئاسه الرجل هي على مسار رئاسه المسيح للكنيسه. دائما وانا بتصرف كراس عيني على المسيح بصفه دائمه، لانه قال كده ان الرجل راس المراه كما ان المسيح هو راس الكنيسه. وعشان كده السيد المسيح رسم لتلاميذه مفهوم الرئاسه ايه. تعالوا نشوف في موقفين رب المجد عمل. في مرقس 10 لقى التلاميذ بيتوجدوا كده بيتكلموا متضايقين عشان يوحنا واخوه عايزين واحد عن يمين المسيح واحد عن يسار المسيح. فجابوا رب المجد واتكلم معاه والكتاب. فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا بينكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا يكون للجميع عبدا. إذن الزوج الرأس هو خادم هذا البيت. ده اللي حب رب المجد يرسخه. وشفنا الكلام ده بعد شويه في يوحنا 13 لما رب المجد يسوع الهنا غسل اقدامهم. طبعا بطرس كان بيقاوم وقال انت مش فاهم القصه ايه، بعد شويه هتفهم. ولما خلص لخص لهم اللي عمله في الاتي: اتفهمون ما قد صنعت بكم؟ انتم تدعونني معلما وسيدا وحسبا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. هي دي الرياسة. عشان كده اتقال على رب المجد يسوع في رياسته قال إيه؟ وتكون الرياسة على كتفه. بروح النبوة قال كده. يعني الرئاسة على كتفه؟ نعرف الرئاسة تاج على الرأس يعني. لا، صليب يتشال على الكتف. هي دي الرئاسة. الرئاسة بذل. الرئاسة على صورة المسيح عطاء. إذا الرئاسة لدى الزوج هي على مثال رئاسة المسيح. والرئاسة عند الزوج هي امتداد لرئاسة المسيح ومستمدة من رئاسة المسيح. عشان كده في كورنثوس الأولى لقينا لما بيقول اريد ان تعلموا ان راس كل رجل هو المسيح، قبل ما يقول واما راس المراه فهو الرجل. عايز يقول لي ايه؟ يقول لي عايز الزوجه تخضع لك. لو شافتك خاضع للمسيح سهل عليها ان تخضع لك من غير جهد. هي خاضعه للمسيح المتحد بك. هي خاضعه للوصيه اللي انت خاضع لها. هي حاسه انك بتنفذ وصيه ربنا وبتاخد من ربنا وتديهم. عشان كده سهل جدا ان هم يخضعوا لك. عشان كده يتكلم عن المسيح ان هو راس كل رئاسه وسلطان، انما بالاكثر هو راس هذا الرجل. عشان كده اخضع ذاتك للمسيح تخضع لك زوجتك دون ادنى جهد. ارجع واقول عشان انا طولت عليكم، انت الراس فأنت معطي
أنت البازل، أنت الغافر، أنت المتحد بالمسيح، أنت الآخذ من المسيح والمعطي لهذا البيت. الرياسة عطاء وبذل أخطب منها كرامة. أرجع وأقول لأحبائي، المحبة على قمة هرم الفضائل، والمحبة الزوجية تأتي على قمة هرم المحبة البشرية. عايز أختم أقول، لو لم يرى أولاد المحبة متبادلة بين الزوجين لضاعوا في بحر هذا العالم. صمام أمن أولادنا إنه ما شايفين بيت مليان بالحب، والبيت مليان بالحب يتشاف بوضوح في علاقة الزوجين ببعض. عشان كده نصيحتي ليكم ألا يرى أولادكم فيكم غير كل حب، ولو في شيء بينكم يبقاش قدام العيال، وبالأكثر ما يبقاش استقطاب الأولاد من واحد ضد التاني. اسلكوا بالحب بعضكم مع بعض، قدموا لأولادكم صورة حب حقيقية، اشبعوا أولادكم بالحب الحقيقي داخل البيت، تحصنوهم من أي حب زائف خارج البيت. ولإلهنا كل ما عنده كرامة إلى الآن وكل أوان وإلى بعد الدور. أمين. فرصة إن إحنا يبقى عندنا شوية وقت، نص ساعة مثلا، نجاوب بعض الأسئلة. أنا مش كده مظبوط؟ في حد كان بعت لي سؤال أقراها بسرعة؟ يعني ورقة كبيرة. تضيع عزة لكاهن نبتي أرثوذكسي، إيه رأيك؟ أنا مرتين شقرة رأيت السؤال عشان بقال يكون قال لي مين هو عشان أخذ راحته في الإجابة. قناة بروتستانتية بتذيع باستمرار عزة كاهن نبتي أرثوذكسي. أنا شخصيا لو قلت لهم ذيعوا الوعظة تحت مش هيردوا، عشان الأرثوذكسية 100%، هم مش عايزين كده، بس مش هقدر أقول كده. بيزعوها ليه بقى؟ شايفين فيها إيه؟ ماشي مع الجو بتاعهم من غير ما أعرف مين. تكفي هذا، أسئلتك فين هو؟ الأسئلة. طب يعني نسأل سؤال كده، أهلا وسهلا. هي نعمة من ربنا دي، واحد محتاجة تدريب واستمرار، وألاقي نفسي قدام كل موقف حصل، هل ده كان بحب ولا لا؟ وهل كان ممكن يبقى بشكل آخر ولا لا؟ وبالمحبة قلت أنا حسيت الموقف ده ما كانش بالصورة اللي حبيت بيها المسيح، ما أنت الراجل بقى يبقى تمثل بالمسيح، يبقى هرجع بسرعة أعتذر عن ما فعلت وأصحح ما فعلت. بروح مطلع هلاقي بطور نفسي بسرعة. صعب جدا على فكرة نسلك بمحبة كما حولنا المسلم، صعب جدا. إنما عايزة جهاد، عايزة متابعة، عايزة محاسبة نفس عشان أقدر أوصل صورة ليها. نرجو شرح موضوع دير وادي الريان. موضوع يا جماعة موضوع طويل قوي. أنتوا عارفين تاريخ الدير الأول ولا مش عارفين؟ بتقدمها لجنة الرهبنة والأديرة للمجمع المقدس، ولما بنشوف إن الشروط تمشي مع تأسيسه كتير وفقا لاشتراطات كتيرة بيحطها المجمع، بنقول اعترف رسميا من المجمع المقدس بهذا الدير. فهذا الدير
مجازا اسمه ليه؟ لأنه لم يعترف به في أي زمن من الأزمنة من المجمع المقدس كدير. دي أول ملاحظة. تاني ملاحظة، تاريخه فين بقى؟ تاريخه مش من أيام البابا توادروس، ولا من أيام البابا شنودة، ولا من أيام البابا كيرلس، من أيام أبونا مينا المتوحد، أي البابا كيرلس الميبابا. القصة عشان نفتكرها صح، القصة دي بدأت لما ينام نفسه أبونا متى المسكين اختلف مع أبا توفيلوس رئيس الدير السوريان في ذلك الحين. كان أبونا متى أمين للدير، فراح واخد الرهبان اللي هم أولاده في الاعتراف أو تلامذته الروحيين وخرج بهم للدير. وكان أبونا مينا المتوحد في مصر القديمة وقتها في الطاحونة، فبلغوه يعني فهيروحوا فين دول؟ كان هو رغم وجوده في مصر القديمة كان بيشرف على دير أنبا صموئيل في صعيد مصر، فقعد يقلبون فقالوا لا لا ما تروحش هنا، تعالوا اقعدوا في الدير لما نشوف وضعكم. وقعدوا دير أنبا صموئيل في ذلك الوقت إلى أن تمت صيامة البابا كيرلس بابا الكنيسة، فبدأ يعني يتواصل معاهم، تعالوا بقى ارجعوا لديركم واحنا نسوي الامور بينكم وبين رئيس الدير. وهنا رفض ابونا متى الرجوع هو والرهبان. فكان قرار البابا كيرلس في ذلك الحين قرار حاسم، يعني مش هتسمح لكم تقعدوا في دير الاب صموئيل تاني ولا تبقوش غير الدير. زائد قرار اخر يعني مش ده القضيه اللي بتيجي عن صلاه الدعاء عليه. كان نتج عن كده انه هم كانوا هم في المنطقه اكتشفوا حته وادي الريان دي، والمنطقه دي عباره عن جبل حرف يو بينه وادي، والوادي ده يمثل محميه طبيعيه. كلمه محميه طبيعيه يعني فيها نباتات نادره، فيها حيوانات نادره. فهم اخذوا ضلع من اضلاع الجبل جزء منه وحفروا فيه مجموعه من المغاير، وقعدوا في المغاير دي وما رجعوش درهم السوريان. ده في ايام البابا كيرلس. بعد شويه توسط البطرانية في وادي الذكرى انبا بنيامين، بطران المنفيه القديم ربنا طال عمره انبا بنيامين الحالي، ابو صوت حلو ده اللي كان ليه قداس بالرهون اللطيف كلنا بنحب نسمعه. قال البابا كيرلس طب دلوقتي في دير ابو مقار فاضي والرهبانيه محتاج يعني شغل، ومعماريه محتاج شغل، وابونا متى شاطر في التعمير، ما يرجع يروح على بالمار. ومن هنا رجع ابونا متى ومجموعته على دير ابو مقار، وكان المتنيح طيب ذكر انبا ميخائيل مطران اسيوط لحد اخر لحظه في حياته هو رئيس الدير، وكان ابونا متى هو مدبر لهذا الدير. وانتهت قصه وادي الريان. في لحظة ما قبل نياحة أبونا متى، أحد الآباء الكبار مش داعي إن أنا أقول اسمه، يعني اختلف مع أبونا متى، والتاريخ كرر نفسه. أخذ كم واحد وراحوا على المغاير اللي في الجبل بتاع وادي الريان، بس أبونا ده هو الإيه؟ القوة المالية بتاع الدير لأسباب كتير، يعني هو اللي بيقدر يجيب فلوس، هو اللي كان ورا تعمير الدير أبو مقار بهذا الشكل. فعنده الامكانيات الماليه بيقدر يجيبها، وله علاقات داخل مصر وخارجها، فبدا يعمر في منطقه وادي الريان دي وما يكتفيش بالمغاير اللي في الجبل دون تكاليف من الكنيسه. وطبعا عشان يعمل في ابونا متى لما راح هناك راح بالرهبان اللي كانوا معاه. طب ده معهوش رهبان، جاب واحد اثنين ثلاثه، انه معهوش رهبان. وليس له حق الرهبانه انه يرهبن حد لانه مش رئيس دير. الرهبانه واحد ممكن امه يرهبن، بس يبقى رئيس دير بسلطان من الكنيسه يقول للرهبان. فاذا رهبن يبقى رهبنان، غير الكنيسه مش واقفه عليه. فكان بيستسهل يجيب ناس بسطة من ريف صعيد مصر ويلبسهم رهبان عشان يملى بيهم المنطقه. وبعدين الحكايه كبرت معاهم، ربنا اداهم فلوس كتير. فجاه قدره قادر كده راحوا قافلين على الحرف اليوم بتاع الجبل ده كله.
بالوادي اللي في النص راح عاملين سور عند نهاية الحرف اليو، بقى اليو اللي هو الجبل بالوادي اللي جواه مقفول عليه بسور، وعلى مساحة 13,000 فدان. طب اشتروها؟ ما حصلش. يقدروا يشتروها؟ ما يقدروش، لأنها محمية طبيعية ما ينفعش. فكانت النتيجة بقى الأولية من المشاكل الأولى إيه؟ إن الوادي ده فيه عيون مية طبيعية، مش آبار بتتحفر، لا مية طالعة لوحدها كده. والعيون دي كان بيجوا رعاة الغنم البدو المسلمين اللي في المنطقة، يجوا هنا يسقوا غنمهم ويمشوا. فلما اتقفل السور بدأ احتكاك بين الرهبان وبين الرعاة. ومن هنا بقى يكسر السور ويبنوا السور، وخلافات مع الناس المسلمين في المنطقة. فالدولة عمالة تفكر، فلجأت للكنيسة. قداسة البابا تودروس كان يدوب لسه مرسوم، شكل لجنة. محدش سمع للجنة. استدعى القيادات اللي بتشتغل في الدير. المسؤول عنهم ده اللي بقول عليه، ف يعني البابا بيقول له اعمل وما تعملش، قال له اسمع للمسيح ما اسمعش للانسان. تمرد بقى على الكنيسه نفسها، وبدات الدوله تستشعر نقطه الضعف دي، ان الكنيسه ما لهاش سلطان عليها. فبدات الدوله تفكر بقى في خطه بعيده عن الكنيسه. صحيح ده محميه طبيعيه، ناكل منها حته من جنب الجبل كده ونفتح طريق يفتح غرب على شرق على شرق. هما طبعا مصحين جايبين ورق رسمي من ان دي محميه طبيعيه لا يجوز عمل طريق فيها. بس هي الدوله عاوزه تحل مشكله، الكنيسه مش قادره. وفي النهايه البابا اعلن انه ده مش دير وان هو غير مسؤول. طبعا القياده دي كانت بتستند الى جواب من البابا، كان الراهب عاوز يعمل بطاقه ان هو من وادي الريان. فالسكرتاريه برضه مش مدركه ابعاد الموقف، لا قالت طلعوا له ورقه ان ده مسؤول عن وادي الريان او راهب في وادي الريان عشان يطلعوا له بطاقته ان الراهب الفلاني الرياني. على ان ده بقى دير خلاص يعني. واعتبروا ده سند قانوني ان ده دير معترف به من الكنيسه، انما هو عشان يبقى معترف به من الكنيسه لازم قرار منه. فاضطر البابا يعلن قدام الدوله انه غير مسؤول عن الناس دول، وغير مسؤول عن هذا المكان، المكان ده لم يعترف به بعد. وهم طبعا شهروا ده ازاي البابا بيعمل كده هو لاخره. وبعدين في النهاية البابا شكل لجنة عشان تسهيل الدولة انها تفتح واتفاقات ويجيبوا مقاول. طب نديكم جنب كامل من الجبل ونحط لكم سور طويل قوي قوي هيكلف عشرات الملايين من الجنيهات. وحد من الآباء توسط لدى رجل أعمال مقاول كبير يبني لهم السور على حسابه يحل المشكلة بقدر الإمكان. هم مصرين مفيش حاجة تتهد، ودخلت المعدات اللي عشان تشتغل، حرقوا لودر وضربوا بالنار. لا مسيحيه ولا رهبانه بقى ولا أنا. ومع ذلك تم الاتفاق على ان هم يعملوا سور بهذا الشكل. انما الحقيقه انا فوجئت بموقف مثالي لرئيس الدوله. بابا قال ده مش دير، بابا قال من حق الدوله تفتح الطريق. انما قال لهم بعد ما بداوا عملوا اتفاقيه مكتوبه، قال احنا ما نسببش تعب للبابا. بابا عشان الدولة وافقنا نعمل الطريق، إنما إحنا ما نعملوش مشكلة بينه وبين مجموعة من شعبه. والراجل الحقيقة يعني رغم الاتفاق تم والرهبان ماضوا، إنما أرجأ هذا الموضوع حفاظا على سلامة الكنيسة. هذه هي القضية بكاملها عشان تعرفوا مين هو رئيس مصر. ناس بيسألوا على برنامج بيت على الصخر. الحقيقه البرنامج ده انا شخصيا استفدت منه كثيرا. وعايز اقول لكم قبل البرنامج ما كانش حد يعرف ان كل ده مين ده حكي. انما لان المذيعه كانت شاطره والبرنامج كان بيعدي كويس قوي، والبرنامج الحقيقه وصل رساله على مدى سنوات كبيره للبيوت القبطيه كتير. إلا إنه أنا جيت في مرحلة انشغلت، كنت في وقت واحد مهتم بتنظيم المراحل بتاع انتخاب البابا من لجنة الترشيحات ودور فيها للانتخابات والقرعة للتجليس.
وفي نفس الوقت كنت في الدستور الأولاني فكان وقتي لا يسمح بشكل أو آخر فأجلت شوية على ما خلصت ده وهلحفو أشتغل كانت الأخت المذيعة سابت القناة ولما سابت القناة وأنا كنت مشغول كنا واقفين تقريبا نص الاستديو عاملين مدرج وخلفية كبيرة قسموا المكان ده على عدة برامج استقبلوا ويهدوها بعدها وصعب إن هما كانوا يلاقوا بديلة للقديمة لأنها كانت موهوبة جدا الحقيقة فالموضوع تعثر إنما أتعشم ربنا يدينا وقت ونقدر نعيد البرنامج بس بشرطي إن أنا ميبقاش فيه مشاكل يبقى كلام إيجابي بس أنا كنت الحقيقة بحضر البرنامج وأنا مش عارف إيه الموضوع أصلا وهي المذيعة كانت بتبقى مجهزة كل حاجة وكانت بتفاجئني بالموضوعات كنت بشعر إن في تلقائية في اللي بنعمله فكان بيبقى تأثيره أقوى وكان فقراته متعددة ما بين مشكلة بتتقال من ورا ستايلر ما بين مشكلة في تليفون ما بين ناس موجودة على المسرح بتناقش ما بين جبنا بعد كده حالات إيجابية نناقشها عن سبب حياتهم الإيجابية رغم ممكن الظروف السلبية اللي مروا بيها ربنا يدينا إن إحنا نقدر نعمل برنامج تاني إن شاء الله. كيف نطبق أعمال المحبة في حياتنا كما وضعها الكتاب المقدس؟ شوف يا جماعة أهم حاجة نتعلمها ونعلم فيها أولادنا أنا هقول لكم تدبير لطيف تعملوه مع الكتاب المقدس كل واحد قراءاته الخاصة إنما أنا بفضل جدا بالإضافة للقراءات الخاصة إن يبقى لنا قراءة مشتركة مع بعض الزوجين مع بعض، الزوجين مع الأولاد وبنقرأ كماً ونوعاً ما يتناسب مع الأقل سواء الأقل اشتياقاً للقراية ولا إقبالاً على القراية أو الأقل سناً فالجرعة تتناسب الأقل ونقرأ من الكتاب بتاع الأصغر إذا كان بيقرأ مصور نقرأ معاه إحنا بس نتجمع كبيت شوية صغيرين كده في جزء طبعا اولادنا في سنكم انتوا كبار ان وجدوا ما كانش يبقى انتوا كزوجين موجودين بنقرا مع بعض بنحاول نطلع ايه شددنا في اللي بنقراها النهارده واذا ما قدرناش نلاقي ايه كل يوم يبقى نلاقي ايه او اكثر لكل اسبوع وبنحاول الايه دي بتاع كل اسبوع او الايات بتاع كل اسبوع نكتبها ونعلقها في مكان مميز وإذا كان عندنا حد من أولادنا عنده مواهب فنية هو بيكتبها ويرسمها ويشكلها وتتحط قدام عينينا فبنشوفها قدام عينينا فبتفكرنا وبعدين بحب قوي إن إحنا نيجي في نهاية الأسبوع ربع ساعة مع آيات الكتاب المقدس نجيب الورق اللي كتب فيه الآيات دي ونعيد قرايته ولو حد فينا قدر ينفذ حاجة فيه فبيقول اختباره في تنفيذ الآية دي في نفس الوقت الآية دي كل ما بشوف بفتكر أنا الموقف الفلاني ده كان ممكن نفذها وما نفذتهاش فلما كلم ربنا بدي أقول له سامحني أنا كان ممكن أعمل وما عملتش سامحني ما قدرتش أنفذ فبقى في محاسبة بقى في متابعة بقى في مشاركة حوالين آية هتعطي جدية لتنفيذ هذه الآية في حياتنا وده اللي كنت بقول عليه بالصبح لما وجدت كلامك فأكلته قلت المهم التمثيل الغذائي أكل يبقى جزء من جسمنا على التطبيق العمل الكتابي يبقى الآية جزء من الحياة. يا ريت يا سيدنا اتكلمنا عن النقد المستمر من الطرفين لبعض، أنت بتقول لي هو دايماً ينتقدني ومن فضلك قول لي بطل ينتقد ليا يعني. أكيد لو عاوز يسألني تقول لي كده. قول له أولاد شوف يا جماعة استخدموا أسلوب التشجيع. بلاش تمسكوا لبعض الخطأ. احسن وسيله انك تخلي اللي قدامك يعمل الحاجه اللي انت عايزها بالطريقه اللي انت عايزها حبيبتي تعالى لو انت نعمل كذا النهارده ليه ما انت مش كويس ان شاء الله تنظيف البيت ان شاء الله ترتيب البيت اي حاجه انت عايزها تعملها بطريقه معينه شاركها فيها عشان تعملها بالطريقه اللي انت بتحبها بيبقى ذكي قوي لما يحس انها مره عملت حاجه زي ما عايز أخيراً لا ما عادتش هتعملها تاني
يا سلام حبيبتي انا عرفت تعبتك اول النهارده وعملت مش عارف ايه. ده اللي بيسطك بعناية ليك اعمله باستمرار ما دام لقت انت حسيت باللي عملته وشجعت على اللي عملته وامتدحت اللي عملته. شجعه. على فكره اقوى حاجه تخلي الانسان دايما يعمل الافضل كلمات التشجيع. كلمات المديح. ان امدح الايجابي واشجع على الايجابي يعني القوه الدافعه اللي تولد كل عمل ايجابي. اللي بقوله ده اقوله في نفس الوقت مع الولد والبنت الصغيره. يعني اولادنا في الامتحان او في الدراسه او في اي حاجه ما عملهاش زي ما انت عايز. ولا همك حبيبي اديله طاقه ايجابيه انه يجتازي المرحله السلبيه دي لانه يقدر يعمل احسن من كده. وركز معاه انه يقدر يعمل احسن من كده. هو عمل ده وقلقان منك هتقول له ايه؟ فلما يفاجئ ان انت بتتصرف معاه بصوره ايجابيه من اجلك ان لم يكن من اجل نفسه هيتشجع ويبقى افضل. التشجيع له دور مهم جدا في حياتي. نعمل ايه عشان الاولاد يحبوا بعض؟ طول النهار بيخافوا بعض. عايز اقول لكم حاجه الحكايه دي بقولها بقى اللي عندهم اطفال صغيرين. احنا عندنا من النقط اللي احنا بنوجد فيها مشاكل بين الاولاد وبعضهم تمييزنا الواحد على التاني. والبدايه بتبدا هقول لكم في مراحلها ايه. اول مرحله عندما جه مولود تاني. المولود الاول كان واخد كل الوقت كل المشاعر. وجه مولود تاني في سن ادراك هو يدرك فجاه الحب كله تحول للمولود التاني. طب ماما مضطرة تهتم بالأولاد التاني لأن ليه في ضروريات هي اللي هتقوم بيها؟ إنما على الأقل بابا يهتم بالأولاد. ماما تهتم بالتاني بس قدر الإمكان في غياب الأولاني عشان ما يبقاش حاسس. ماما تهتم بالتاني بس لو شاطرة تشرك الأولاني معاها وتشجعه إنه بيساعدها في التاني. لها طريقة معينة كده إنه يشاركني في ده وهيئه قبل ما يجي التاني إنه يبقى هو اللي عايزه وهو. أمور بسيطة بس أهم فيها إن ياخد جرعة حب مكثفة ما يبقاش كل الحب اللي رايح للمولود. دي أول حاجة بتوجد ضغينة جوه الأولاني من غير ما يكون للسبب التاني فيها حاجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيبقى واحد طبيعته فعلا يستاهل إن احنا نمتدحه ونكرره ونجامل والتاني شقي. فبنزيله شقاوه وبنوجد حاجز بينهم. نكرر المجتهد في وجود التاني ونعاقب المخطئ في وجود الاولاني. لا لا نعاقب ده في وجود ده ولا نكافئ ده في وجود ده ولا نكافئ ده في الوقت اللي بنعاقب ده. ما ينفعش. انتوا بتزرعوا خصومه بين الاثنين. من الحاجات الايجابيه اللي تولد حب بين الاثنين هقول لكم نصيحه. ما نجيبش هدية تتلعب بواحد عند سن معين كده أو يكبروا. نجيب اللعب اللي تتلعب ما تتلعبش غير باتنين. اللعبة اللي تتلعب بواحد بس يتعاركوا عليها. البنت يشد رجل العروسة من هنا والبنت يشدها تاني تقطعوها. اللعبة اللي ده عاوز يلعب بيها ده عاوز يلعب بيها. إنما نجيب لهم حاجة تتلعب باتنين. هنا هيضطروا يحبوا بعض عشان يلعبوا مع بعض. ومن غير ما اقصد حاجه وبتدي بنمي جواه العمل الجماعي العمل المشترك من خلال العمل الثنائي. برضه حاجه لطيفه جدا اقدر اخلي ماما تحببهم في بعض. ماما عند سن معين هي اللي بتوضب سرير الولاد ومكان الولاد. بعد شويه الولد كبر شويه ايدها بايده هو ماسك معاها عشان تعود يعمل حاجته بنفسه. بقوا اتنين هما ايدهم بقيت بعض هيساعدوا بعض يشدوا الملايه على السرير هنا يقوموا من يمين وهو شمال ويروح على مكانه هو كمان يعملوا كده. فولدت بيهم ان هما يكملوا بعض ان هما يساعدوا بعض ان هما ما يقدروش يستغنوا عن بعض. فبطريقه غير مباشره بحببهم اكتر في بعض. دي الطرق اللي ممكن تبقى طرق غير مباشره
في تنمية العلاقة بين الأولاد. اللي بيتعاقبوا بيعملوا دول أرجوكم ما تعاقبوش واحد لأنه أخطأ في حق التاني. خليكم حكمة قعدوهم وتفهموا وحل مشاكلهم بالهدوء مش بالانفعال مش بالصريخ زي بعض الستات. أبي العزيز، أنا مراتي ملاك جميل في كل شيء، إدارة البيت وفي الكنيسة وفي الاجتماعات وخلافه، ولكن يا حبيبي هو في حد ما عندوش لكن؟ يعني لو في حد يعني هتلاقيه متكامل ومع ذلك خلينا نشوف ما بعد لكن دي. يعني يا عم انا لو قريت الكلمة دلوقتي هتعرف ان انت قلت. هقول لك على حاجة عشان ما اقراش الكلمة. بصفة عامة أحيانا الزوجة بتبقى في كل شيء ممتازة، إنما في وقت من الأوقات تبقى overloaded فوق طاقتها فتلاقيها بدأت تتعصب. أنا عايزة تشوف عصبيتها دي مش شيء نوجهها فيه انما شيء نوجهك انت فيه. انت ليه سبتها لما تبقى overloaded؟ انت بتتكلم عنها كملاك، طب ليه الملاك ممكن يتعصب؟ خلاص ما عادش محتمل. اللي مطلوب منه فوق طاقته، فوق احتمال جسده، فوق احتمال اعصابه فيتعصب. نمره 2، الشخص لما عمال يدي على طول وما ياخدش يوصل انه يتعصب. يدي على طول في خدمة كنيسة بركة، يدي على طول في خدمة الأولاد رسالة، طب أدي في الكنيسة وأدي في الشغل وأدي الأولاد، أمال مين اللي يديني؟ حضرته. طب لو حضرته مش حاسس بيا وما بيدينيش، ما بيتكلمش، مفيش مجاملة، مفيش شكر، مفيش تقدير، مفيش حبيبتي ترتاحك في عليك كده النهارده، ده حبيبتي لازم نخرج لنا يومين، انت تعبت اول يومين اللي فاتوا دول. انا بوصل للمرحلة مش طايقة نفسي، مش ان انا مش طايقة غيري. اذا حبيبي اذا كانت هي كويسة في كل شيء وبتوصل لمرحلة انها مش قادرة، السبب فينا ان احنا حملناها فوق طاقتها. احنا مش قادرين نفهم ان لها حدود للاحتمال ولها حدود للعطاء، وان فاقد الشيء لا يعطيه، اللي ما بياخدش ما يقدرش يدي. فلازم انت تبقى مصدر العطاء، مصدر الاشباع، عشان هي تقدر تستمر في العطاء مع كل احد بالابتسامة. ايه ده ايه ده؟ يا ترى ان الاب والام ينفصلوا احسن عشان يريحوا العيال؟ بصوا يا جماعه، الاجانب يسيبوا بعض باخر شياكه، واحنا ما نسيبش بعض غير بالسكاكين. انا بكلمكم على ذلك. والعيال تتفسخ بين ايدينا، التانيين عارفين اللي ليهم واللي عليهم.
لغايه يطلبها وبعد ما طلقها بسنتين وهي تطلب هني انا هنقل مش عارف ايه ممكن تجيب لي التراك بتاعها وتيجي تنقل معايا ياخدها بالاحضان ينقل معاها وهم منفصلين ومطلقين انما احنا سكاكين افضل وضع ان الاولاد يعيشوا بين والديها واخطر ان يعيشوا في بيت منفصل يعني اي ولد ناتج من يعني بروكن فاميلي ده بيبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه له. انما الحل مش بس ان احنا ما نسيبش بعض. الحل ان احنا نحاول نصلح بيننا وبين بعض وندخل بيننا حد حكيم يحاول يبني اللي اتهدم ان لم يكن من اجل نفسنا وراحتنا يبقى من اجل ولادنا. اكتفي بهذا القدر. نشوفكم على خير ونسامح عناية ربنا الساعة. أظن بكرة هتقول لك ربنا رحيم بيتغدوا بره ولا بيفطروا بره؟ يعني تسعة تبقى تسعة يعني. عندما أختلف مع زوجي يفضل إنه يحضرني هدية. ما يتفاهم معايا أو يوم يتحل. طبعا انا بشكر ان هو يعني كريم يسكتك بحاجه يعني. بس عايز اقول لك طبعا الحاجه تاثيرها وقتي تاثيرها نسبي. الهديه علاج لنتائج وليست علاج لاسباب. النتائج انها زعلت فعالج زعلها بهديه. وهي ست تفرح اول هديه بس ما عرفتش اسباب يبقى المشكله هتتكرر. واذا اتكررت هيبقى مالهاش حاجه. لا مالهاش حاجه. بقى هتبقى خلاص بقى ما عدتش باخد من الكلام ده يعني. اقعد يعني تقعد وتشتغل لك ايه وكيل نيابه. لا مش عايز كده. لا انا افضل تقعدوا مع بعض وتتفاهموا بس بود وانت خليكي رقيقه في عرض المشكله. ما تقعديش بقى بدموعك وبصريخك والقصه دي وتقرفيه من القعده ويبقى هو مش عارف يقعد هو بيدفع فلوس ليه؟ ارحم من اللي هتعمليه فيه في القعده. يسألوا عن أي حاجة هنقعد في الأوتيل
في الكلاب اللي تحت اللي هو الاوضه المنفصله بتاعه الشباب اللي بره، لان مش هنعرف نقعد في الريسبشن كل المصريين قاعدين في الريسبشن، ما انصحكوش تقعدوا في الريسبشن خالص. هنقعد مع سيدنا بس يا ريت الدقايق يبقى المختصر المفيد، يعني لان سيدنا برضه ايه محتاج يرتاح وعنده بكره سفر طويل بعد ما يخلص. نحن كلنا نصلي مع بعض بين الذي في السماوات وقدس اسمه. الساعة 8:30 للساعة 10 كريشتيان موفي للأطفال.